أوقاتكم بكل خير. نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الأسبوع من مدارس العلا الحديثة، وإليكم أبرز العناوين. انطلاق فعاليات النادي الصيفي لمدارس العلا والرواد. أكاديمية العلا لكرة القدم تشهد إقبالاً متزايداً عقب انطلاقها. الانتهاء من تجهيز مسرح مدارس العلا الحديثة الخاصة. ضمن الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، تركيب خزانة المياه بالمدرسة. وإليكم التفاصيل. انطلقت فعاليات النادي الصيفي لمدارس العلا والرواد يوم الأربعاء الماضي، حيث كانت البداية باحتفالية باستقبال الطلاب المشاركين. وقد شارك في هذه الاحتفالية الأستاذ أحمد شاكر رئيس مجلس إدارة العلا والرواد، والأستاذ رأفت بدوي مدير عام مدارس العلا الحديثة، والأستاذ زكي محمد مدير عام مدارس الرواد الخاصة، إلى جانب عدد من أولياء الأمور. وفي إطار آخر، فقد بدأ العمل لأكاديمية العلا لكرة القدم. يتعلم خلالها اللاعبين أساسيات كرة القدم، بالإضافة إلى تنمية الجانب السلوكي للاعبين وتأهيلهم للانضمام إلى أكبر الأندية المصرية. انطلقت أكاديمية العلا للكاراتيه، والتي تؤهل اللاعب للمشاركة في جميع البطولات المحلية والدولية، والمشاركة في أحزمة الترقي التي ينظمها الاتحاد المصري للكاراتيه. يجرى العمل على قدم وساق في مدارس العلا، حيث يتم تركيب خزانة المياه بالمدرسة استعداداً للعام الدراسي الجديد. فما زال استقبال مدارس العلا الحديثة لطلابها الجدد مستمراً، وفي هذه الصور تظهر الإقبال المتزايد على مدارسنا الحبيبة. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذا الموجز الإخباري لهذا الأسبوع لمدارس العلا الحديثة. كانت معكم رشا خالد.